السلام عليكم يا جماعة، كل عام أنتم بخير. اليوم طريقة كيفك تحضر الحاضنة قبل ما يفقس الصناعات عندك. طبعا أنا حطيت رمل هون، عشب من البيت كان معشي بالشجرات ونشفته، رمل بالشمس صار له 3 أيام ومعقم. راح أستعمل خل أبيض، خل التفاح عفوا، أو خل أبيض، بخاخة، ديتول مكسور بمي ونظيف. راح اضيف هون على البخاخة، انا ضفت يعني عشان ما اطول الفيديو، ضفت بهاي شايفينها ربع معلقة صغيرة خل على البخاخة، هاي ربع لتر تقريبا او اقل، وربع معلقة صغيرة ديتول مكسور بمي مخفف بمي، درده على البخاخة للتعقيم. طبعا هذا الرمل انا بدعقمه زي ما انتو شايفين، بنعقم الرمل. هو طبعا كان بالشمس يعني ان شاء الله ما في اشي، اي شوائب بتلاقيها بتشيلها، حجار بحجار بتشيلها خفيفة. عقمته بالخل والديتول. ليش الخل والديتول؟ قاتل للبكتيريا بشكل كبير، والحمد لله انه الفساد بتكون مناعتها ضعيفة اول ما تطلع، فان شاء الله ما بتنصاب باشي. بنفس الوقت هذا العشب نفرمه ناعم هيك قد ما فينا، هو ناشف يعني من نعمه، وبرضو اي اذا في اي شوائب اشي بتشيلها، بتختار الاعشاب الناعمة اللي هي بتضل تحت، وكمان نفس الاشي بعقمها. هسه راح افرجيكم جوا شو عملت بالفقاسة. هاي يا جماعة الفقاسة، هون حطينا الرمل زي ما انتم شايفين اللي كنا سويناه برا وعقمناه، حطينا طبعا العشب فوقه. العشب احنا كل انه احنا قد ما فينا نوفر بالبيت، نستخدم الامور اللي في الدار يعني نوفر حالنا. هذا عشب عشبناه من الشجر ونشفته، وخليت منه كميات حتى لو طلع البط والاشي طعميه منه بياكل. طبعا هاي لمبة الحرارة الصفراء، الصوص بس يطلع 24 ساعة بالفقاسة، بدي ينزل على الحاضنة لمدة بعد 24 ساعة، بدي ينزل على الحاضنة درجة حرارة 32 33 32 31، يعني بتكون مجهز الحاضنة على حرارة 33، ما تنزله من الفقاسة دايرك على الحاضنة وهي لسه مش مجهزة يعني حرارتها طالعة. هون في ميزان زئبقي، وأنا راح أستعين بميزان تاني حساس تاني فوق عندي هون، راح أستخدمه. هذا هو الأحمر أستخدمه على الحاضنة. طبعا هون في مروحه صغيره صنعتها من يعني لعبه اطفال، صنعتها مع الدينامو، شايفينها بتوزع الحراره على الكتاكيت. يعني هون ما شاء الله اجواء طبيعيه، حلو كتير الكتكوت يعيش باجواء طبيعيه. الرمل بس شوفوا انا شو حطيت مفرش، هيو مفرش قماش نظيف بس يتوسخ بعد 4 5 ايام، بشيل المفارش وبوسخ اللي فيهم وبزتهم، يعني ما راح اتغلب فيهم. فانت ما يعني هاي الطريقة كتير ممتازة، ممكن يضل هون الكتكوت من 10 ايام 12 يوم بالحاضنة على ما ياخذ الاجواء الطبيعية. وزي ما حكينا اول ما تنزل اول يوم او ثاني يوم بس ينشف على درجة حرارة 30 32، بعدين بصير كل يومين ثلاثة تنزل حرارة درجتين درجتين، بحيث انه الكتكوت ياخذ على الاجواء الطبيعية واجواء انك تقدر تطلعه برا في العشة. وهذا هو زي الخل اللي حطيناه بالبخاخ، طبعا خلو تفاح مخفف جدا. وراح ان شاء الله عملت لكم كمان فيديو خاص برضه في استقبال الفقاسه قبل 3 ايام، كيف تجهزها عشان تستقبل الكتاكيت، لان يعني الفقاسه حيصير عليها تغيير بالطبق اللي هو راح يبلش تفقيس ان شاء الله خلال كم من يوم. بس ابتداء انا من بكره او بعده لازم انا اجهز الطبق اللي بده يفقس. هعطيكم الطريقه كيف كمان البيض انه توقف تقليبه، وكيف ترطب البيضة بحيث انها الصوص ما يلاقي صعوبة بالخروج من البيضة ويكسرها بسهولة، والنظافة وشو تحط تحت البيض قبل ما يفقس. ويعطيكم الف عافية وشكرا لكم، وان شاء الله بدي منكم اشتراك ولايك للفيديو. شكرا كتير لكم.